عندنا خبر صار، والخبر ده انا اتكلمت فيه واكيد زملائنا في القناه اتكلموا فيه اكتر من مره، ان التحكيم المصري اصبح له مكانه واصبح له سعر واصبح له قيمه كبيره جدا في دولنا العربيه وحتى الافريقيه وعلى كمان المستوى العالمي. النهارده طاقم تحكيمي مصري بقياده محمود البنا بيفتتح البطوله العربيه، والمباراه طبعا هتكون بين السد القطري والوداد المغربي، وتقام البطولة تحمل اسم كأس الملك سلمان للأندية في المملكة العربية السعودية بدءا من اليوم الخميس وحتى 12 أغسطس المقبل. وبحسب موقع سبورت المغربي سيعاون البنا كل من محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، وتواجد التونسي صادق السلمي كحكم رابع، وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمود عاشور ويعاونه أيمن إسماعيل. خلينا نقف هنا عند البنا. البنا أنا اتكلمت عليه في أكتر من كام مناسبة، وأنا حقيقي شفته في مباراة ما أقدرش أنساها. أنا كنت بغطي مباراة الرجاء والوداد في مكان تاني قبل ما أحظى بالحصول على خدمة هنا داخل قنوات أون تايم سبورت. في مباراة 4-4 دي كانت في البطولة العربية، كانت بين الرجاء والوداد، وتعادلوا 4-4، وده كان كلاسيكو العرب، كان حاجة مخيفة، وكنت في ملعب مركب محمد الخامس. أنا من هزة الملعب وطبعا الهزيج والحفلات والحركات اللي بيعملها الجماهير، الملعب كنت بحسه بيميل شوية. البنا كان في هذه المباراة حسب ثلاث ركلات جزاء. ثلاث ركلات جزاء صحيحة 100%. أنا بجد ما تخيلتش وما شفتش، وبكلمكم بقى من قلبي على الإحساس، إن هذا الحكم بهذه القوة وبهذه القدرات إنه يبقى عنده الحكمة وعنده القدرة والصبر، وإن هو يقدر يعيش في الأجواء دي ويحسب ثلاث ضربات جزاء، وثلاث ضربات جزاء إيه؟ ما لهمش يعني ما فيش هزار، بتاع الرجاء حط واحدة على طريقة بانيلكا، والتاني برضو محسن متولي حطها على بانيلكا، وإيه بقى؟ التوقيتات مختلفة، توقيت في بداية المباراة ضربة جزاء، توقيت في منتصف الشوط التاني ضربة جزاء، توقيت في نهاية الشوط التاني ضربة جزاء، فكانت مباراة مرعبة ومخيفة، وكان فيها كل حاجة تتوقعها من حرارة كرة القدم، سواء بقى من الجماهير سواء من مستوى التحكيم، وكان التحكيم مصري بكرة محمود البند. من هنا وانا حسيت ان الراجل ده يستحق انه يحصل على خدمات كتيرة جدا في مباراة كبيرة، فشفناه بقى بيدير الكاس السوبر، وشفناه بيدير الاهلي والزمالك في اكتر من كام مرة، فهو عنده القدرة انه يكون في هذه المنصات. امنيتي ليك انا على المستوى الشخصي النجاح، واتمنى للكرة المصرية النجاح وكذلك التحكيم المصري. سريعا تبدا نسخه كاس الملك سلمان 2023 بلقاء السد القطري والوداد المغربي في 4 عصرا اليوم ان شاء الله. اتمنى التوفيق للتحكيم المصري، واتمنى التوفيق للكره المصريه كما ذكرت.